تزامنا مع مرور عام على الحرب على أوكرانيا، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح بجسر القرم الذي طالته التفجيرات وإعادة فتح حركة مرور المركبات في جميع ممراته، وذلك قبل 39 يوما من الموعد المحدد سلفا للانتهاء من إصلاحه في صباح 8 أكتوبر عام 2022. انفجرت شاحنة على جسر القرم، ما تسبب في اشتعال النيران بسبع ناقلات للسكك الحديدية وانهيار ممرين من الجسر جزئيا، في حادث وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإرهابي. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اتهم مخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية بتدبير الهجوم على جسر القرم، فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باسترياكين تحديد هوية 12 شخصاً على صلة مباشرة بارتكاب هذه الجريمة، من بينهم 8 رهن الاعتقال، منهم مواطنون من أوكرانيا وأرمينيا. كانت روسيا قد قامت بتشييد الجسر في عام 2018 ليكون حلقة الوصل بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار كراي الروسية في شمال القوقاز بتكلفة بلغت 3,600,000,000 دولار وبطول يبلغ 19 كيلومترا، بهدف دعم البنية التحتية في القرم وتعزيز ارتباطها بروسيا، فيما يعد الجسر الأطول في أوروبا. أهمية الجسر لا تتوقف على النقل والإمدادات العسكرية فقط، وإنما يمثل أهمية رمزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة مع انتشار لافتات تحمل اسمه على طول الجسر. أما على الجانب الأوكراني، فتعطيل حركة المرور والنقل على جسر القرم يمثل أهمية استراتيجية ورمزية لكييف، حيث إن به خطين من خطوط السكك الحديدية يربطان روسيا بكل من القرم ومنطقة خرسون. أحد هذين الخطين جرى إنشاؤه على الجسر، مما يدلل على رغبة أوكرانيا في عزل القوات الروسية عن مصادر الإمداد. الجدير بالذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم إلى سيادتها في مارس عام 2014 عقب استفتاء جرى لسكان الإقليم ورافق الضم تدخلا عسكريا من روسيا إلى القرم.